خالحينكم هما تما، مي بالنسبه للعالم والدول العظمى الجزائر هي سريان جوتو سي لا ميرد، ماشي كيما فاهمينكم ويتواكلوا علينا، ما يتواكلوا عليك ما والو، داير ما يشوفوش معاك خلاص، شويه طوطال منا وشويه امارات وجماعه تسرق في الذهب وتسرق في اليورانيوم وتسرق في فكاير في الصحراء، مي جماعه بونديه برك خالعينكم هنا تريان، باش تكونوا في علمكم في الميزان الاقتصاد العالمي ما تسوى والو، حتى متويو تاعكم تاع الغاز لوروب تقدر تغلق دين بابها الكلب ديريكت، باسكو اونتر لا روسيا اي لا نورفيج ال بوس فورنير اون غاز كيما تحب هي، دونك كلا الشعوذه والكذب والكذب تاع بكري والنفخه الكذابه والتفرعين، وحنا اون اريف با ا ديستريبيو البطاطا والقمح والسميد و... دونك اون فيت سي سا سكي فو كومبروندر ماتنون اي رياليزي سي كو لازم قياده سياسيه للهبه الشعبيه هذه باش تنتصر الثوره، قياده سياسيه هي اللي تعرض على الشعب خطه واستراتيجيه ممنهجه لاسقاط النظام وتجيب الاعتراف الدولي باللي كاينه قياده سياسيه مناهضه للنظام الغير شرعي وهي تقود شعب، على هذه احنا معولين على جزائريين المهجر لانه جزائريين الداخل، شكون راح يتحرك؟ ايا قول لي شكون راح يتحرك؟ نهضروا طاي طاي كيما نقولوا نهضروا طابلة، بصح نتفاهموا كي نذكر شخص ماهيش معناتها اني معاه في التيار السياسي تاعو ولا نتفاهم معاه، انا ما نتفاهم مع حتى واحد، حلوا عينيكم اسي افهموا فيقوا، من اللي حاب يقعد عمى العمى موش عمى البصر عمى البصيرة، اللي يغلق البصيرة نتاعو يقعد عمى الله ينحي عليه، كيما حكاية اللي راحوا الناس قالوا تروح معنا للسلطان نشكيو على الفيل تاعو، كي دار ما لقى حتى واحد قالوا السلطان واش تحق، قالوا سيد السلطان الفيل نتاعك قلق ماذا بيك تجيب له فيلة، والناس الشعب كل يعرف الحكاية هذه، هي ستون بلاك كانت تضحك مي فينالمون ستون رياليتي امير مرة حقيقة سياسية معاشة، ويجيو ناس مشعويدين أولوية الداخل على الخارج، وين الداخل هذا؟ لا اللي في الداخل الجزائري أكثر مني أنا، ولا أكثر من المناضلين اللي في الخارج، هيا شكون قاعد يهضر درك هيا؟ هيا أولوية الداخل هيا، شكون؟ هيا شكون لوبوزون اللي قاعد يهضر؟ شكون الراجل ولا المرأة اللي قاعد يهضر في الجزائر؟ شكون؟ جاوبني يا أستاذ شكون؟ بالك أنت تعرف أنا ما نعرفش. اللي ترى نعرف المصير تاعو، انا نشوفوا دونك وين هي هذه اولويه الداخل على الخارج، هذه وين هي هذه؟ جابوا حكايه الثوره تاع 54 اللي قال اولويه الداخل على الخارج على ليبوك il parlait de la haine de l'intérieur et de l'armée des frontières، on n'est pas dans la même situation، باسكو كون قال لهم هذاك الوقت اولويه الداخل على الخارج وليميغراسيون تاعنا تزيدها في لي كوتيزاسيون وفي التمويل وفي لورغانيزاسيون دي ريزو، اي با تو والله ما كانش من بعد لحق ال 58 هادي نقولها، لابور دو ليميغراسيون بوندون لا غير دو ليبراسيون ناسيونال بيان سور كي ا تي افورتي اون 58، مي لابور دو ليميغراسيون ايتي لابور لو بلوز امبورطون، d'ailleurs روح الوطنيه خلقت في فرنسا ما خلقتش في دوار العطش باش نحطوا الحوايج في بلايصهم، الناس اللي قامت بالثوره النص نتاعها دار لا دوزيام غير مونديال مع فرنسا، ما كانش بالسكين يصدم عليك حالش في النيجر ويبيع فيهم البرتغال بركاو بلاك دب بركاو بلاك كونري، حبسوا دونك يفوك الناس يفهموا لو مع المحاماة غديري على راه في الحبس، مشيت تهمه تاعو غديري
علاه راهو في الحبس. ومازالوا يقولوا الحراك يولي. لا الحراك يولي بقيادة النصر ليه، ولا الحراك يولي تاع زرنا وطبل ما يوصل لوالو. درك على كان الحراك هذا سيتي نومبيونس فيستيف يعني سماها لا ريفوليسيون دي سورير، ولا غدوا يسموها لا ريفوليسيون دي روج على ليفر، ولا لا ريفوليسيون تاع لا كوب شي با كوا. شغلكم هذا؟ مي حنا اون اي دي ريفوليسيونير، اون شيرش ا ليبيري لالجيري اي سي با دو فولكلور. صوفيا اسكندر قال لي كالي لو رول دي زيميغري دون لو ريدراسمون بوليتيك اي ايكونوميك دو لالجيري. او مدام صوفيا je il est incommensurable l'immigration algérienne ce qu'elle peut apporter à l'Algérie sur le plan économique et financier, mais bien sûr quand il y a une gouvernance réelle, donc une confiance entre les gouvernants et le peuple, l'immigration peut apporter pratiquement, bon, grossièrement, pratiquement un matelas de 150 milliards de dollars. Madame, que peut faire un État compétent qui travaille avec 150 milliards de dollars comme bouffée d'oxygène pour l'investissement et le redressement de l'économie nationale? Sachant que la Russie, qui fait 6 fois l'Algérie, il a prévu 374 milliards de dollars de rénovation de toutes les infrastructures russes sur 2 ans. Donc imaginez 150 milliards de dollars avec les autres potentialités qu'on a. Donc l'immigration, c'est un trésor pour l'Algérie. Mais quand il y a la confiance entre les gouvernants et le peuple, maintenant, la première trahison, c'était Ben Bella Boumdine et Sahabou, leader de l'homme de Qiyadat, Sindok Tadamon, Sarko Chab. Il y a eu tellement de traumatismes de ce genre que Nest Chikferwaha, mais avec une gouvernance réelle, fait Hatika, Wenul Omar Wadha, je peux vous assurer. Chofi, je vais vous dire, Madame Sofia, quelque chose. Nous sommes entre 6 et 8 millions, maintenant je chiffre exact. Si 100 000 Algériens investissent chacun 100 euros dans la télévision, on aura un mass média qui pèse 10 millions d'euros de cash flow.